يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. الاخصائي حسين عبد الرضا حياك الله. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. اليوم عندي الكثير من الاسئله، تخصصك صراحه يعني مميز وعندي الكثير من الاسئله، لكن انا ابي ابدا في السمنه. ابيك تكلمني عن السمنه، عن امراض السمنه وانتشارها بالكويت. السمنه كمرض بحد ذاته تقدر تقول متشعب او متبحر، حيل صعب انك تحدد خطأ معين أو سلوك معين يسبب السمنة. مرات تكون السمنة عادات متوارثة من الوالدين، أحد الأشياء يعني عادات وليست وراثة جينية. الوراثة الجينية على حسب اللي اطلعت عليه ممكن ما راح يكون موجود بالكويت كوراثة جينية، إن واحد جيناته. الدراسة كإشارة سريعة عنها أن في الأقطاب الشمالية لأن برد، فالجسم طبيعة حالة جيناته تخزن الدهون من باب التدفئة. نعم. ولكن أن أنا جيناتي انولد متين أو أن جيناتي تسبب لي سمنة، هذا شوية صعبة. الأكثر تكون على حسب ملاحظتي سلوكيات متوارثة. أنا إذا كان الأم والأبو مو متبعين نمط حياة صحي، طبيعي الأهل يتطبع عليهم. صحيح. نشوف أنه مثلا دائما كمثلا عيادة والأمور هذولي يجيبون الياهل او يجيبون مراهق او ولدهم، خلينا نقول من الجيل اللي بعدهم. نعم. زين، يبون يحاولون يضعفونه. زين، السؤال يطرح نفسه، زين انت قاعد تسوي هالاشياء، مو معقوله تتوجه مثلا من ناحيه مسببات السمنه الفاست فود اذا اكل بزياده. زين. نعم. مشروبات غازيه، السناكات اللي بكثره خاصه بالليل نشوف انه نعم. السويت. يزيد السويت، الامور هذول عموما، طلبات والامور هذول، خاصه الحين طلبات الاونلاين يعني سهل توصل حق. صحيح. اي منتج. صحيح. انزين، اذا انا شفت الام والابو يسوون كذي وانا يمنعون، فراح يصير في جاب. صح. ما بين الياهل وما بين الابو، فخاصه اذا نتكلم عن طفوله او مراهقه، هذا الجيل متاثر على الاجيال السابقه. نلاحظ سنه عن سنه السمنه قاعد تزيد بالكويت. صحيح. بسبب التوارث العادات، الابو ولا الام مثلا فيهم خمول. انزين، طبعا مو لزوم ان الياهل يصير في خمول يعني، ولكن غالبا راح يصير هذا مثلا. نعم. الابو مو نشيط، فاسهل له شنو يسوي؟ يعطي ولده احد الاجهزه التابلت. نعم. او تليفون، العب وشيء كذي، لان هذاك بيطالع تلفزيون. يبونه يسكت ويكون هادئ في البيت. اي نعم. فلان خلاص من بعد دوام يعني هذول يبي شويه هدوء، فالنقاط هذه تصير متوارثه. اما اذا اخذنا من ناحيه مثلا علميه اكثر بعيد عن السلوكيات، السمنه سببها السعرات الحراريه. عندنا ثلاث درجات السعرات الحرارية اللي نتناولها، إذا كانت أكثر من اللي نحرقها إنزين يزيد الوزن. إذا أخذنا السعرات الحرارية مقابل أن نحرقها راح يثبت الوزن، والعكس إذا أقل من المطلوب راح ينزل. النقطة هذه أقل من المطلوب شوية خطرة، خاصة إذا بنحل مشاكل السمنة. صحيح. النقطة هذه أحد أسباب السمنة. النقطة الثانية إذا نتكلم مرات مشاكل هرمونية، في هرمون الجوع، هرمون الشبع. نعم. ونشوف توجهات مثلا، أحد الأساليب العلاج الدوائي التحكم بالشهية. نعم. أو العلاج الجراحي، غير أنه تعطي معدة صغيرة يأثر على إفراز هرمون الجوع. صحيح. فالنقاط هذه مؤثرة، يعني تقدر تقول السمنة أنا دائما أشبهها مع الطلاق، صعب تحصرها بمحور واحد. صحيح. متشعبة، لها أسباب كثيرة. إيه، أسباب كثيرة، وممكن نقول عنها أم الأمراض بعد. صحيح. لأن من تحتها يندرج أشياء وايد، يعني صعب، إن ما يقال صعب ولكن تعتبر خاطرة صحية. صحيح. دكتور، عندي الكثير من الأسئلة لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع حسين عبد الرضا. أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. كلمتني عن مرض السمنة، وصلنا حق الأمراض اللي أطلقت عليه اسم صراحة يعني اسم خطير، اللي هو أم الأمراض.
صحيح. شنو الامراض اللي تطلع لنا من السمنه؟ خلينا ناخذها شويه بايجابيه اكثر. السمنه شنو يعالج من الامراض؟ عشان شويه نعطي دفعه معنويه. نعم. انزين اثناء انزال الوزن وتقليل محيط الخصر هذا ياثر تاثير وايد ايجابي على السكري نوع الثاني. ممتاز. خاصه من ناحيه حساسيه الانسولين. اثناء انزال الوزن نشوف اللي عنده مشاكل في المفاصل هذا يعالجه بشكل كبير. طبعا احنا قاعدين بشرط الانزال الصحي اللي هو معدل نص كيلو الى كيلو بالاسبوع. نعم. مو المتهور، لان عالم التغذيه تقدر تقول فيه 12,000 نظام غذائي، ممكن اكثر او اقل. الانزال الوزن يساعد في الحركه المرنه اكثر بعد. انزال الوزن يساعد في علاج امراض القلب، خاصه في من التوجهات يقول الشكل التفاحه معرض لامراض القلب والشرايين اكثر، فانزال الوزن بهالحاله راح يساعد في علاجه. اذا نتكلم عن امراض الضغط، في امور وايد احنا تكلمنا الاشياء الدارجه بالكويت. صحيح. بشكل كبير يعني. وممكن انزال الوزن يساعد كذلك في سهوله علاج امور معينه بعيده عن التغذيه، مثل ما قلنا حق كعلاج الطبيعي. احد الاشياء مع الاصابات زين انزال الوزن مرات تكون من الخطوات الاساسيه اذا تكلمنا عن مثلا الام الظهر، فنشوف ان مرات ما يكون سبب مباشر لمرض، ولكن حله يساعد في حل مشاكل اخرى في جسم الانسان. نعم. الحلول شنو؟ شلون ممكن انا انزل وزني؟ واحنا ذكرنا في بدايه الحلقه ان الحين اللايف ستايل صاير ان سهوله في وصول المطاعم الى البيت، الطلبات، الفاست فود ولذه الفات والدهون في الاكل، يعني السويت وكثره المطاعم، هذه كلها امور تعتبر يعني سلبيه لكن لذيذه. شنو يسوي المصاب بالسمنه؟ إذا تكلمنا عن مثلا كثرة المطاعم الأمور هذولي، في نقطة إيجابية ثانية من بعد خلينا نقول 2010، مطاعم اللي تقدم وجبات صحية. نعم. صار في تنوع كبير. صحيح. صار ممكن أكلنا المحلي كمجبوس ولا موش معدس، الأمور هذولي قام يتوجه إلى طريقة صحية. صحيح. قبل هالتاريخ هذا كان في نظام معروف واللي بسوي داية آخر التسعينات، صدر دياي، شوربة، تفاحة، الأمور هذا عيش مشغول، مو عيش مشغول بعد، عيش يعني ستيم كامل. أنزين الحين مع التطور في حلول ثانية، النظام الغذائي، الشركات اللي تقدم الوجبات، دائما في شيء إيجابي وسلبي ولكن يعتبر أحد الحلول. أنزين إذا تكلمنا عن حل السمنة، مثل ما قلت لك السمنة تتشعب وايد، نروح حق أصل المشكلة. هل هي مشكلة سلوكية؟ مثلا لازم نحل مشكلة الأم والأبو. هذا ينعكس على العيال. صحيح. ونفس الوقت إذا كان الأم والأبو أو الـ 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 الأقارب، مرات يكون الأخوان، الأمور هذولي إذا كان عندهم مشكلة سمنة وحليناها، فأنت يعني طلعت لك بيئة صحية. صحيح. على مستوى المنزل. إذا كانت المشكلة السعرات الحرارية، نظام الغذائي يوازن الأمور. أما إذا كانت مثلا على مشكلة أحد المشاكل الموجودة يسمونها نايت ميل سيندروم، نشوف الإنسان يسهر، يقعد الصبح نفسيته الأكل نازلة، من خلينا نقول الغداء يأكل، بس نلاحظ من العشاء إلى الفجر نشوف السناقات ورا بعض، ما يقدر يتحكم بالشهية. مثلاً هذه الحالة وايد موجودة وممكن تكثر في شهر رمضان. إنزين حكم إن اختلاف التوقيت. صحيح. إنزين هذه أنت لازم تتريق، ولكن مع رمضان هو صيام صعب، ولكن نتكلم عن الأيام العادية، يتريق، ينام بكر، راح يحل هالمشكلة. مرة تلاحظ هي مو وجبات، هي نومة، هي ريوق، هي سلوكيات. هالنقاط هذا الكل على بعضها وايد يساعد كحل مشكلة السمنة. أقدم لك كل الشكر على كل هالمعلومات هذه القيمة، ونتمنى دوام الصحة والعافية لجميع المشاهدين. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.